اسعد الله مساكم. عندي كبسة خضار على الطاير فيها إضافة اللي هو فطر بس. المقادير كالتالي: بصل، فلفل، طماط، خضار، دجاج، فلفل حار ولومي. هنا عندي بهارات بيضاء، بهارات مشكلة، زنجبيل، كمون، كركم، ثوم، ليمون أسود، هيل. شو بنسوي الحين؟ زيت لازم يصير حامي. أول ما بنسوي الحين، أنا ما أحب أستعجل بالبصل، تبي كبستك تطلع مضبوطة خلي يحمر. الحين نحط اللي هو السر، هذا ليس سر، السر هنا، السر هنا. أنا ما عندي صلصة، هذا كاتشب وشطة، بس كيف التكنيك أوريكم بعد شوي. بعده فلفل ألوان، قلبتين، بعده الطماط. هنا مطلوب هذا الطماط يتسبك صح مع ايش؟ مع هذا الشيء. راح اضمن الحق الحق. بعد كذا أضيف بهارات كاملة كلها، مطلوب عشان أكسر الحموضة، عشان أكسر حموضة الصلصة، حموضة الصلصة الكاتشب والطماط كل هذه فيها حموضة، رشة سكر بسيطة بس. هذه رشة سكر تكسر لي الحموضة، خلي الدنيا تتسبك. بعد كذا ننقل الدنيا كلها. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. صف الدجاج مقلوب كذا ولا تحركه. لا الحين حطينا الدنيا زي كذا ولن احركه، ابي لسعه هنا في تحت، تحت وتطلع لسعه، هي المطلوبه وهذه اللي عليها الطعم. سكر، سكر الغطاء، حطها ابو 10 دقائق، 5 دقائق بس. خليناها ابو 10 دقائق، تغير لون الدجاج واللي في الارض هنا، ها شفتوه؟ هذا لازم احرك كله، طلع اللي في الارض. هذه طلعنا كل الحكاكه اللي تحت، الحين احط الخضار. قلبتين بس. مويه. سكر عليه ابو 5 دقائق، بعدين فكه وكب الرز وصلى الله وبارك. الحين كبينا الرز بنواسيه، اوريكم الطريقه. الحين شيوخ عليكم، قول بقى كذا تظهر. على العموم سكر وعلى نار عالية 5 دقائق من يصفر، بعدين طفه بس، أعطيه نار عالية 5 دقائق من يبدأ يصفر. أول ما يطلع صفير أحسب له 5 دقائق وطفي النار، طفه مرة مو بتقصر، خلى 10 دقائق طافي. وأحلى كبسة كاتشب بالشطة بعد 10 دقائق وهو طافي. لا حد يقول لي مو مستوي، الدنيا حارة. أبغى أوريكم بس.
الليمون كير، نشيل الفلفل ونغرفها. بسم الله. واحلى كبسه كاتشب.